اهلا بكم الى نشرة احوال الطقس المرتقبة اليوم السبت. اذا اجواء مستقرة صافية تماما مع ارتفاع في درجات الحرارة خاصة على المناطق الشرقية والمناطق الغربية، اذا سماء مستقرة تماما بالمدن الشمالية وعلى المناطق الجنوبية ايضا. فيما يخص درجات الحرارة اذا المسجلة خلال صبيحة يوم السبت، درجات الحرارة القصوى إذا تصل إلى 36 درجة على السواحل الشرقية كعنا بطار في القالة سكيدة بجاية، 35 درجة بسطيف برج بوريج على سوق حراس قسنطينة قلم 41 بميلة خنشلة، نسجل 44 درجة بيوتس 41 على بسكرة غردايا، أيضا 46 درجة بعين صالح ومنطقة أدرار وهذا كأعلى مقياس، نسجل 41 درجة ببشار 44 درجة على منطقة تندوف 38 بتلمسان تيارت البيض 31 درجة على السواحل الغربية و44 درجة ببرج بجي مختار وعين قزان. فيما يخص حالة الطقس خلال المساء بإذن الله دائما أجواء تبقى مستقرة صافية وحارة نسبيا على المدن الشمالية الشرقية والغربية مع سحب عابرة تكون بدون فعالية بالمناطق الداخلية على مناطق الهضاب العليا الشرقية مرتفعات لوغار وتاصلي وأقصى الجنوب الجزائري. درجات الحرارة المسجلة خلال مساء يوم السبت بإذن الله إذا ستصل إلى 30 درجة ببرج بجي مختار وعين قزام، 25 درجة على تمنس 24 بجانات، نسجل 26 درجة بإليزي 30 درجة بمنطقة عين صالح 27 على بشار 28 بالتندوف، نسجل 31 درجة على أدرار 24 درجة بمنطقة الجلفة على الغواطة، أيضا 20 درجة بالجزائر العاصمة على بومرداس تيبازا البليدة على تيزي وزو البويرة أيضا والسواحل الشرقية، 18 درجة بسطيف برج بوريليج 21 بوهران مستغانم، نسجل 24 درجة على المدن الداخلية الغربية. إذا حالة البحر بإذن الله سيكون البحر هادئ مستقر صافي على طول الشريط الساحلي، الرياح راح تكون غربية وسرعتها لن تتعدى 20 كيلومتر في الساعة على السواحل الوسطى الشرقية والغربية. إذا كالعادة الورقة الفلكية دائما في الموعد وقت شروق وغروب الشمس بالجزائر العاصمة وضواحيها اليوم السبت 11 يوليو 2020. شكرا لكم على المتابعة، إلى اللقاء.